قرر مصرف قطر المركزي تعليق عطاء أذون الخزانة الشهرية الذي كان من المفترض طرحه في مثل هذا الوقت من الشهر. وأدت الإجراءات المتخذة بحق قطر من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى أدت إلى أزمة حادة في السيولة المتداولة في سوق النقد القطري. وفي عطاء الأذون الأخير قبل شهر باع البنك المركزي القطري ما قيمته 690 مليون ريال، أي ما يوازي 190 مليون دولار من أذون الخزانة. وتقول مصادر مصرفية إن الضغوط الحالية ستدفع البنك المركزي القطري إلى التدخل، أي الإنفاق من الاحتياطي، وإذا طالت الأزمة فسيشكل ذلك نزفا من تلك الاحتياطات.